السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هناك العديد من الأسرار، والكل يتساءل من سيصل إلى آخر الأمتار. الإجابة راح تكون هنا في المضمار، موسم جديد من سباقات نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وأكيد هناك العديد من المفاجآت في عالم سباق السرعة. ومثل ما عودتكم قناة البحرين الرياضية بمواكبة الأحداث وتسليط الضوء على أهم التجمعات الرياضية، اليوم نبدأ مشوار عالم الخيل في هذا الموسم من المضمار الخاص بالقناة، للدخول بتفاصيل بشكل أكبر في كل التفاصيل، والحديث مع آخر ما يدور في عالم كواليس السباق. وأيضا بنتكلم عن المفاجأة الأكبر في هذا الموسم، وهي احتضان مملكتنا للسباق الدولي للمرة الأولى. أكيد الكل ينتظر عودة سباق الخيل بموسمه الجديد 2019-2020 اللي راح يكون مغاير عن السباقات الماضية، وخصوصاً بعد التطورات اللي شهدها المضمار، فأكيد راح يكون موسم استثنائي. وللحديث أكثر حول مواضيع حلقة اليوم، يسعدني أن أرحب بأصحاب الخبرة في هذا المجال، الفارس عبد الله فيصل. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيك أخوي أبو فيصل. أهلا وسهلا. ومحلل سباقات الخيل سيد هادي حبيبي، هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك أخوي ناصر، مشكورين على هاي الاستضافة والحقيقة على هاي الاستديو الرائع. حبيبي واجبنا، الله يطول بعمرك. عبد الله، لو تدي وياك، يعني نعرف ان في مثل هذه السباقات، يعني السباقات اللي نقدر نقول الانترناشونال، يعني بتتواجد فيها ملاك عالميين ومدربين وايضا فرسان، فشنو يعني لكم انتم في مثل المشاركه، او نقدر نقول المشاركه في مثل هذه السباقات؟ اكيد هذا شيء كبير بالنسبه لنا، يعني احنا كنا نتمنى ونطمح ان نشوف هذه الفرسان والملاك والمدربين العالميين ان يشاركون عندنا في البحرين، وكل فارس يطمح أن يشارك معاهم. هذه بحق ذاتها يعني اكتساب خبرة، يعني البعض يضطر أن يروح حق الدول الأخرى عشان يشارك إياهم حق يكتسب الخبرة. الحين لا، الحمد لله هما ياونا ليه عندنا وبيشاركون إيانا وبنكتسب خبرة، وفي نفس الوقت إحنا بنراويهم بعد خبرتنا إحنا كبحرينيين. بالفعل سيد، لو نتكلم يعني كونك محلل، يعني أنت سبق لك وحللت في المضامير الخارجية وحللت عن السباقات العالمية، يعني شنو يعني لك هذه السباق بالنسبة لك، السباق الانترناشنال؟ طبعا والله هي خطوة مبادرة يشكرون عليها إدارة نادي راشد للفروسية المتمثلة في الهيئة العليا بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. الحقيقة خطوة جدا إيجابية وكنا نتمناها، وفعلا أصبحت اليوم أمام مرأة الجميع، أمام أمر الواقع إن شاء الله. صحيح. هي أو هذا السباق أتوقع نجح قبل انطلاقته،
لما شفنا تداخيل الابتدائية والتداخيل المبدئية الفيرس انتريز، شفنا شعارات عالمية، شفنا حضور من أكبر المزارع وأكبر الملاك، إضافة إلى المدربين المصنفين على مستوى العالم. اليوم يعني نشوف عدة استبلات عالمية، أبرز المدربين يتواجدون في المضمار، بهي حد ذاته إنجاز لإدارة النادي. بالفعل سيد، يعني أنت مثل ما ذكرت أنه بمشاركة يعني من جميع المضمرين والملاك، يعني هل هذه يعطي نقدر للسباق نكهة خاصة؟ أكيد، يعني أنت اليوم تشوف فريق غودولفين الإمارات أحد أبرز الفرق وأشهر الفرق متواجد عندك في البحرين، اليوم تشوف شعار خالد العبد الله متواجد في البحرين، تشوف الأغا خان، وأيضا هناك مدربين، إضافة إلى فرسان عالميين أكيد راح يكون تواجدهم إضافة إلى المضمار. يعني اليوم التداخيل موجودة من بريطانيا، من إيرلندا، من فرنسا، صح، من ألمانيا، كل هاي يعني بحد ذاته اسم على مسمى سباق انترناشنال تواجدت فيها الدول كالأجمع، خلنا نقول، صح، في مضمار واحد وهو مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. طبعا صار تسويق لهذا السباق، وأنا شخصيا كنت متواجد في شهر 7 في مضمار الجولاي بنيو ماركت، يعني شفنا حتى سمو اللي هو سمو الشيخ عيسى كان متواجد، المدير التنفيذي الشيخ سلمان بن راشد كان متواجد، وهو كان على قولتنا اللي هو ياخذ لفة مع المدربين وكان يطرح ويناقش معهم عن السباق الدولي ويدعوهم، نعم، أيضا، وهي اللي حصلناها الحصيلة بمشاركة 46 جوات مسجل في التداخل. نقدر نقول هذه غبالة كبيرة بحد ذاته، يعني هذه يدل على نجاح السباق، نقدر نقول من التداخل البدائي. بالضبط، هاي اللي أنا ابتديت فيه، إن نجاح قبل انطلاقته، ونتمنى بكل تأكيد إنه يستمر النجاح وإن تتميز البحرين وكعادتها بالاستضافات سواء في، صحيح، كل الألعاب وكل المجالات. صحيح أبو عزيز، لو نتكلم يعني كونك أنت كفارس، يعني هاي شيء مو جديد عليك ولا غريب عليك إن أنت تسابق مع فرسان عالميين يعني مثل فرانكي ديتوري والفرسان البقية اللي متواجدين. أكيد أكيد، هذه يعني الكل يطمح هو كفارس أن يشارك مع هالفرسان، بس نتمنى أن إحنا يعني مو بس نشارك معهم، نتمنى أن إحنا بعد نقدر نتغلب عليهم. بالفعل. فهذه بالفعل. هذه أكبر، هاي من أكبر الطموح يعني بتكون. بالفعل. سيد، لو نتكلم عن الجوائز، يعني نلاحظ يعني في هذه الفترة نشوف يعني من حساب النادي وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، قاعدين نشوف يعني الجوائز قاعده ترتفع، في السبونسر قاعدين يعني قاعدين نقدر نقول نفس اللي يعني هم يعني يستفيدون من النادي بهذه الرعايه. طبعا في البدايه لابد ان نشكر الشيخ سلمان بن راشد المدير التنفيذي، نعم، لما يقوم به من عمل جبار الحقيقه. احنا نقدر نقول اليوم ولا من باب المجاملة، الشخص المناسب في المكان المناسب. نشوف الجائزة اليوم مثل ما تفضلوا وشفناها في الصحف المحلية أن ارتفعت إلى أكثر من 100,000. اليوم في عالم السباق اللي يجذب المالك البرايس ماني، متى ما توفرت المادة، متى ما توفرت الجوائز، راح تشوف سباقك يتطور، صحيح، وراح تشوف المنافسة تتغير. وهي بحد ذاته اليوم لما طلعنا على أن الجائزة ارتفعت إلى أكثر من 100,000، بحد ذاته هي جهد يشكرون على إدارة النادي، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أتمنى لهم أكيد كل التوفيق. بعزيز، الجوائز أنت كونك يعني كفارس، الجائزة شنو تعني لك؟ إذا مثلا الجوائز ارتفعت بالنسبة لك، أنت شنو بالنسبة لك هذه؟ أكيد هي دافع تكون حق الفارس، خصوصاً أن هي في نسبة للفارس يعني. صحيح صحيح، هي تكون دافع حق الفارس، لأن هذه الرياضة خاصة يعني الفارس يكون جداً معرض للخطر فيها، صحيح، فهي من الطبيعي أن تكون ذو يعني دخل مرتفع المفروض الفارس. فإذا كان إذا كانت الجائزة مو عالية، الفارس يعني بحس أنه هو في خطر،
وأهم هو أنه يعني قاعد يعرض حياته في خطر وبتكلفة بسيطة يعني. صح. فإذا كانت الجائزة عالية هني بتكون أكيد دافع حق الفارس، بيبذل جهد أكثر، بيحاول إنه يبرز روحه أكثر، بيحاول إنه يعد روحه أكثر عشان يبرز في الصورة الصحيحة. بالفعل إحنا أجرينا لقاء مع زميلنا منصور عبد العزيز التوراني، خلينا نشوف معاكم هذه اللقاء مشاهدينا ونرجع نواصل الحديث. طبعا مع التطورات والإضافات اللي صارت في هاي الموسم تم زيادة الجوائز تقريبا إلى 100,000 دينار. نعم. وكل ما تزيد الجوائز تحلو السباقات، وراح تكون هناك أكيد منافسة طبعاً ما بين الملاك وطبعا والمدربين. أكيد. وإن شاء الله إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. وطبعا الزيادة إن شاء الله في كل موسم قد ما نقدر إحنا كإدارة نزيد الجوائز. صحيح. مثل ما ذكرت إن مثل هذه الجوائز الكبيرة يعني توقع أن أنتم بعد يعني نقدر نقول سويتوا حملات ترويجية وتم استقطاب أيضا يعني داعمين جدد نقدر نقول. إيه نعم، تم استقطاب رعاة جدد طبعا، وبالإضافة إلى الرعاة الموجودين. نعم. واللي زيدوا الجوائز في هاي الموسم. نعم. يعني الرعاة الجدد وطبعا بلس هم اللي كانوا راعين عندهم يعني راعين السباقات من قبل يعني. بالضبط. فإنزين طريقة الجوائز، هل في طريقة جديدة يعني لتوزيع الجوائز على المتسابقين؟ طبعا تم توزيع الجوائز من قبل إدارة شؤون السباق. نعم. على حسب طبعا قوة الشوط وطبعا نظام الشوط، وطبعا وحاولنا في كل أسبوع أن نحط شوط رئيسي عشان نستقطب جمهور أكثر، وطبعا عشان تكون المنافسة حلوة. كيف يمكن للجوائز أنها تطور السباق؟ طالما الجوائز عالية. نعم. المدربين والملاك راح يستقطبون خيل ذات تصنيف عالي، وبهاي الشيء طبعا راح نشوف سباقات أقوى وراح تشوف منافسة أكثر. عودة لكم مشاهدينا وعودة لكم محللنا أيضا في الاستديو. أبو عزيز لو نتكلم عن الاستعداد حق هذه الموسم شلون كان؟ هي الاستعدادات يعني صعبة شوي، وسؤال حلو لأن الجماهير تشوف مثلا الفارس بس يوم الجمعة مثلا من الساعة 2 للساعة 4:30. صحيح. يتفكر إن بس هذه يعني هاي اللي يسويه. لا، احنا كفرسان احنا نستعد تقريبا من شهر 8 وننظم اكلنا، نخلي لنا برنامج صحي عشان ان يكون الوزن ثابت ما يكون عالي. نبتدي بعدين التمارين الصباحيه والتمارين المسائيه، وباضافه على هاي يعني نبتدي في التمارين التقويه. يعني في اليوم تقريبا لازم نخصص ساعه او ساعه ونص لازم هي تمارين تقوية حق الفخذ، تمارين تقوية حق الأيدي، تمارين الجري حق النفس. هذه تكون تكون البرنامج يعني اللي يمشي عليه. صحيح. الفارس من الإعداد إلى نهاية السباقات. بالفعل يعني مثل ما ذكرت أنه يكون في إعداد بدني، أيضا لازم يكون في إعداد ذهني حق السباق. أكيد لازم لازم يعني لازم كل فارس لازم يعرف الحصان اللي بيركبه، ولازم يفهمه ويدرسه. يعني لازم تكون مراجعة قبل الريس. يعني ليلة الجمعة اليوم يبطل الدفتر ويطالع حصانه، يطالع من مرشح ماله، من الخصم ماله، يطالع بوابته، يطالع آخر مشاركته، يرجع إلى الفيديوهات اللي خاض فيها الحصان. صحيح. يتعلم مثلا حتى لو كان فارس ثاني مثلا راكب الحصان، هل إذا مثلا كان في خطأ يحاول هو يصلح الخطأ، فلازم هو يدرس الشوط يدرس الحصان عشان يقدر يقدم صورة جيدة يعني حق الجماهير وحق المالك والمدرب. بالفعل. سيد لو نتكلم
كونك يعني محلل وفي نفس الوقت مالك خيل. بالنسبة للملاك شنو يعني لهم السباق الافتتاحي؟ شوف، السباق الافتتاحي دائما هو باكورة السباقات، وهو السباق خلينا نقول اللي يحدد الطريق لكل مالك، لكل مدرب، لكل فارس. انت اليوم مثل ما يقولون لما تبدي بداية جيدة وبداية ممتازة يعطيك دافع انك تبذل قصارى جهدك في بذل المزيد. يعني مثلا الفرسان لما فارس يبتدي اول اسبوع بانتصارات، تشوف الفارس يكون متشجع اكثر، حق يقدم الكثير، حق يواصل مسلسل انتصاراته، حق يكون في الصدارة. فتتغير بانطلاقة السباق الافتتاحي مفهوم ومصطلحات لدى الفرسان، لدى المدربين، وبالطبع للملاك. يعني اليوم المالك يهمه أنه يكون على منصات التتويج مرة ومرتين وثلاث، ومن بعدها يهمه منصات التتويج مو بس أنه يكون أي فوز، فوز بكاس أغلى الكؤوس، كاس سيدي جلالة الملك، كاس ولي العهد، وهي الأشواط يعني الكبيرة والمهمة. بالفعل سيدي، يعني مثل ما المالك يهم منصة التتويج أكيد تهم أرضية المضمار أيضا. مشاهدينا، احنا أجرينا لقاء مع رئيس المرافق والمنشآت بنادي راشد نيل روس، خلونا نتابع شنو قال عن جهوزية المضمار. So our track is obviously turf for yeah. starters, and circa about two mile, just over a mile and just under a mile and a half round, yeah. With a straight course of 6 furlongs, 1200 metres. Yeah. Generally rides sort of good to firm ground. It's a nice fair track. There's a big long run in, as you can see, yeah. approximately 600 metres from when the horses turn in. Generally, you know, everybody will get a run. It's a nice and fair track, and it takes a lot of work. Believe me, it takes a lot of work yeah. in this climate, you know, to get it right. A lot of effort's gone in, lots of water goes on, a lot of investment, a lot of yeah. thought, a lot of consideration, a big workforce to get everything right. But we're all gearing up to next a week tomorrow, the first fixture of the season. عودة لكم مشاهدينا. أبو عزيز، لو نتكلم عن أهمية المضمار بالنسبة للفارس، يعني احنا نشوف ساعات يوم الجمعة بعض الجوكية يعني يروح يمشي في المضمار، يطالع المضمار، شنو يعني الأهمية تكون هي في المضمار؟ هو شيء مهم المضمار، لأن لازم الفارس يختار الدرب الصحيح حق الحصان. في بعض الأماكن تكون لينة، في بعض الأماكن تكون يابسة، فلازم الفارس يعرف بالضبط هو على أي مسار يكون، وحق يقدر يحقق نتيجة اللي يحبها حصانه. لأن في بعض الخيل تحب المسار الداخلي، في بعض الخيل تحب المسار الخارجي، في بعض الخيل تحب المسار اللين، وفي بعض الخيل تحب الأرضية، أقصد الصعبة أو اليابسة. فهذه هاي شلون إحنا نتعرف عليها أبو عزيز؟ هذه بمجرد الدوس على الأرضية. فمن كذي أو نقول الحصان شلون يعني نعرف إن مثلاً هاي الحصان يحب مثلاً هذه الأرضية؟ هو هذه الفارس بيحس بهاي الإحساس أول شيء، لأن إذا الحصان ما كان مرتاح من الأرضية ما بيقدر يؤدي فيها كل طاقته، لأنه بيكون مو مرتاح. إذا كانت لينة وهو يحب اليابسة بيكون مو مرتاح، بتشوفه لا قاعد آخر الأمتار يخف وما يبذل كل ما عنده. بالفعل سيد، لو نتكلم عن مواكبة يعني لدخولنا على الموسم الجديد 2019-2020، يعني الكل نقدر نقول كل الملاك وكل المدربين قاعدين يستعدون، يعني أتم الاستعداد حق هذه السباق، يعني يكون نقدر نقول الفوكس أكثر على السباق الافتتاحي. بلا شك، يعني نشوف احنا اليوم الثالث من مزادة ترسل، تشوف يعني على حسب الإحصائيات اللي عندنا أكثر من 20 جواد تم شراهم لحد هذا اليوم من المزاد، بما يعني ان الموسم راح يكون حامي. سمو الشيخ ناصر ذكرها
في برنامج أهل الخيل قال شد حزامكم لهاي الموسم. هاي بكبرى راح يعطينا، ننتظر احنا فيكتوريوس، ننتظر شنو راح يقدم فيكتوريوس. وفيكتوريوس دائما رقم صعب في السباق، متى ما تواجد فريق فيكتوريوس صارت المنافسة أحلى وأكثر يعني أكثر ندية. والعاديات ريسنج ايضا بعد يعني فريق الشيخ عيسى بن سلمان يعني بعد ما يعني فريق ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يقدم مستويات ايضا طيبه. بالضبط هي اللي احنا نقول عنه، العاديات يعني فريق جديد على الساحه لكن بكل امانه ادى نتائج ايجابيه رغم تواجده خلينا نقول نوعا ما متاخر. يعني شفنا فريق العاديات النتائج اللي حققها مع تواجده في مضمون نادي راشد فروسية نتائج جدا مبهرة، نتائج مثيرة. يعني شفنا الموسم الماضي فوز بكأس جلالة الملك، مو بس فوز، حقق المركز الأول والثاني، هاي بحد ذاته إنجاز لهم. وهي اللي احنا ننتظر المفاجأة. احنا ما نتكلم بس عن فريق فيكتوريوس أو فريق العاديات، عندنا أيضا تشوف أنت لو ترجع للكلام المبطن من كلام سمو الشيخ ناصر في برنامج أهل الخيل اللي هو شد حزامكم، هو معناته نبغى نشوف سباق قوي بالفعل. نبغى نشوف منافسة قوية. يعني الكل يعني مثلا احنا اليوم الاسطبلات عندنا كبيرة في البحرين تواجدت في المضامير الأوروبية وحققوا نتائجهم، واحنا على خلاف ذلك لما نرجع الى المضمار او الموسم الاوروبي في هاي العام نعم. نتائج البحرين نتائج استثنائيه، يعني عندنا انتصارات على سباق الفئات، وبكره نتمنى اللي هو المهر عالي للشيخ دعيج بن سلمان انه يحقق نتيجه ايجابيه في سباق البريدرز كاب في امريكا، والمهره داهيه اللي راح تشارك بشعار فيكتوريوس ايضا في شوط المهرات في الولايات المتحده في مضمار سانتانيتا. هاي بحد ذاته يعطينا يشوقنا الى السباق المحلي اللي راح ينطلق يوم الغد. بالفعل طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. يعني عبد الله فيصل لو نتكلم يعني سباق افتتاحي، سباق يعني يكون الفارس يعني فتره هذه الاعداد في اول سباق هني بيبين اعدادي اذا كان صح ولا لا. اكيد اكيد هو المفروض ان الفارس خلاص يعني عاد روحه وجهز خلاص، اليوم اخر يوم، بكره هو الامتحان، فبكره المفروض ان خلاص يعني، والحمد لله الاجواء اعتدلت من اليوم يعني ان شاء الله بكره الاجواء ما بتتعب الفارس ان شاء الله. ان شاء الله هالسنه يعني انا متوقع ان بيشهد يعني فرسان ان شاء الله على مستوى طيب ان شاء الله فرسان بحرينيين. الوزن لو نتكلم ابو عزيز عن الوزن، يعني في نقدر نقول يعني اهميه وزن الفارس لازم تكون من اول سباق. هو هذه اكثر شيء يعني تعبني بصراحه، لان انا من الفرسان اللي وزنهم عالي لان في نطول شوي. هو الوزن صراحه يعني عذاب، ولازم الواحد تكون عنده عزيمه واصرار عشان يقدر يتبع برنامج خاص. يعني انا مثلا اليوم عندي وجبتين بس، والوجبتين اخر وجبه تكون لي خلاص الساعه 6 يعني قبل المقابله، وخلاص بعد ما في وجبه كله سوائل لبكره. فلكن بالعكس لازم الواحد يعرف شو يسوي، يعرف شلون يعوض، يعرف بكره شلون وعنده طاقه. بالفعل خلونا نشوف مشاهدينا استعدادات المدربين والفرسان والملاك حق سباق بكره. My target is always to try and win this championship. It always is. I mean, I've finished second maybe 3 or 4 times in the past, but it comes down to the ammunition and the support. I mean, I've got strong support and strong ammunition, but also does Gerard Mosse, and it's a level playing field. والله أنا رحت منطقة اسمها نمبو، ورحت مع المدرب اللي هو جون ريد اللي علمني يعني هناك. رحت المدرسة ريسينج سكول، فاستفدت الحمد لله يعني، وما شاء الله غير ان شاء الله السنة غير تشوفهم. طبعا احنا على مشارف الموسم الجديد 2019 2020
طبعا نأمل ان نكون احنا متواجدين في الساحه بقوه، وان شاء الله يعني لنا التوفيق ومشاركين في البدايه في ثلاث رؤوس ان شاء الله. اكيد يعني افتتاح الموسم هي فاتحه خير على كل مدرب وكل مالك، اكيد يتمنى انه يكون في منصه التتويج من اول مشاركات له، لكن تخبر يعني ابتداء الموسم لازم يكون في عوائق شوي، والخيل مو مثلا 100% جهوزيتها، لكن ان شاء الله احنا نتامل ان نكون احنا جاهزين. طبعا شفنا اراء المدربين والملاك والفرسان حق هذه السباق. عبد الله يعني ليش نقدر نقول نشوف يعني المدربين يحبون ان هم يعني يكون اقبال كبير على السباق الافتتاحي؟ هل هذه هو نقدر نقول يجربون هم الخيل، او نقدر نقول يعني يهيئون الخيل حق السباقات؟ هو مثل ما ذكر اخوي سيد هادي ان هاي تكون يعني فاتحه خير عليهم، دائما يتفائلون بالسباق الافتتاحي. يعني دائما المالك او المدرب او الفارس لما يفوز بالسباق الافتتاحي هاي يكون تشجيع لحق يواصل الموسم بانتصارات، وخاصه ان السباق الافتتاحي يعني يكون له طعم غير صراحه. صحيح طبعا بالفعل. احنا رايحين نشوف تقرير حق سباق بكره وعوده الاثاره والحماس لعشاق رياضه سباقات السرعه في مملكتنا، وتحديدا بمضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث يسدى الستار لموسم 2019-2020. تفاصيل سباق الغد في التقرير التالي. يفتتح نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في يوم الغد موسمه الجديد، موسم 2019-2020، ويشمل السباق على 7 أشواط على كؤوس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، ويعتبر الشوط 7 أهم هذه الأشواط الذي يحمل اسم كأس افتتاح الموسم والمخصص للجياد الإنتاج المحلي التي لم يسبق لها الفوز بمضمار نادي راشد. الشوط الأول سباق توازن من 0 إلى 40، إنتاج محلي على مسافة 1800 متر. لكن بلوفير المرشح الثاني، من يقص شريط الموسم؟ إذا بلوفير بعشعار فيكتوريز، من ينتزع أول أشواط الأمسية؟ أما الشوط الثاني والمشروط بعدم خفض الوزن للفرسان المتمرنين للفئة الثانية، إنتاج محلي على مسافة 1000 متر مستقيم. نات كلاين مع الفارس عبد الله فيصل، من ينتزع ثاني أشواط الأمسية؟ إذا دينات كلاينز بقيادة الفارس عبد الله فيصل. الجياد العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو تتواجد في الشوط الثالث لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات وعلى مسافة 1000 متر مستقيم. إذا حيلان عافط، من ينتزع أول أشواط الجياد العربية الأصيلة؟ الشوط الرابع سباق توازن من 0 إلى 90 للجياد المستوردة وعلى مسافة 1400 متر، والشوط الخامس للجياد المبتدئات مستورد على مسافة 1400 متر. أما الشوط السادس للجياد المستوردة للفئة الثانية لا يسمح بتخفيض الفرسان المتمرنين على مسافة 1600 متر. منافسات قوية بنادي راشد للفروسية ستكون يوم الجمعة، ويبقى المضمار هو من سيحدد هوية البطل. عودة لكم مشاهدينا. الشوط الأول للجياد الإنتاج المحلي توازن من 0 إلى 40 والمسافة
1800 متر بتواجد ثمان جياد سنيك إيجل ودولية وذا دارك نايت وعنتر وليزام وبنك ريبونجير وأصلان وزلازل. عبد الله، يعني نشوف مشاركتك في مع الجواد سنيك إيجل يعني في هذه الشوط، شنو اللي خلاك أنت تروح حق سنيك إيجل وتخلي لزام؟ هو أكيد المستوى، يعني سنيك إيجل ككلاس أفضل من لزام، وثاني شيء الوزن، يعني لزام هي حاملة 54 وأنا ما أقدر أركبها 54، سنيك إيجل شايل 62 وهاي وزن مناسب حقي يعني، والحصان يعني عنده مستوى وإن شاء الله إنه يقدر يفوز، هاي سبب اختياري. بس ما تحس إن الوزن ممكن إنه راح يعيقه معه؟ يعني هو الحصان نقدر نقول أكبر سنًا في ذي الشوط. هو الزين إن الخصم ماله حاملين تقريبًا أقل منه بكيلوين بس، فلو كان إن أقل منه بأكثر من كيلوين أكيد راح المدرب يوسف البعينين يعطي المهمة حق أبرنتس فارس متمرن حق يقدر ينزل من الوزن ال 62 3 كيلو. بس دام انه فرق بينه وبين ذا دارك نايت ودوليه كيلوين هو 62 ودوليه 60، فما بيكون الكيلوين يضرون. نعم سيد، يعني ذا دارك نايت هو يعني حامل لقب هذا الشوط في الكاس الافتتاح في الموسم الماضي، يعني اليوم نشوف تواجده ايضا، وخصوصا انه في هذه الشوط اوريدي ما في ترشيحات، يعني فانت تشوف من الاقرب للفوز في هذه الشوط خصوصا في تواجد يعني ذا دارك نايت. بالضبط، ذا دارك نايت هو اللي فاز في كاس افتتاح الموسم اللي هو الشوط الرئيسي الموسم الماضي اللي هو مسافه 1600 متر. اليوم اذا دارك نايت بكره يعني قدم نفس اول ظهور له في سباق الافتتاحي، انا اتوقع هو اللي راح يكون الابرز والاقرب للفوز، خصوصا ان المسافه مسافه 1800 متر بتكون افضل له على عكس سنيك إيجل. سنيك إيجل ممكن هو يجيد المسافات الطويله، بس صح. انا اتوقع لو كانت مسافه بعد اطول، خلينا نقول مسافه 2000 الى 2400 متر، لان هاي المسافات شفنا سنيك إيجل يقدم فيها مستويات لافته، لان الحصان عنده اللي هو انتظار من الخيل اللي تقعد تنتظر، فكل ما زادت على المسافه بيكون له اريح، ويعتمد بعد في هاي الاشواط على جهوزيه الخيل. من كذي ذكرت لك ان اذا ذا دارك نايت كان جاهز وقدم العرض اللي قدمه في سباق الافتتاح الموسم الماضي، انا اتوقع راح يكون من نصيبه المركز الاول في هاي السباق. طبعا اكيد نتمنى التوفيق للفارس عبد الله فيصل، لكن التوقعات المنطقيه خلينا نقول ان ذا دارك نايت هو الابرز، راح تكون هناك خطوره من سنيك إيجل، هي هو الابرز الاسماء الموجوده في هذا الشوط. ابو عزيز، لو نتكلم عن دوليه، شلون تشوف حظوظها في هذه الشوط؟ اكيد دوليه عندها فرصه للفوز، يعني خاصه هي فايزه اربع مرات العام الماضي، عندها فرصه، وفرس صغيره في العمر أربع سنوات، يعني من المعروف في هالعمر الخيل تبتدي تتطور بالفعل، فللأحسن إحنا نروح على مستواها كالعام. العام مستواها زين، فهل هل 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 موسم يعني تطورت للأفضل؟ إذا تطورت للأفضل بتكون جدا خطيرة. بالفعل، إحنا خلينا نشوف علي المنصور ويوسف البعينين شنو قالوا في هذه اللقاء. ضيوف أشواط الموسم من الموسم الفروسية البحرينية، جعفر المركز الثاني، يتواجد المرشح الأول زلازل مع الفارس أندرو إليت، والمركز الثالث سنيك التي والله أكيد يعني افتتاح الموسم هي فاتحة خير على كل مدرب وكل مالك، أكيد يتمنى أنه يكون في منصة تتويج من أول مشاركات له. سنيك إيجل يعني حصان ما شاء الله اثبت الموسم الماضي، وان شاء الله هالموسم بعد له حظوظ، وخاصه في هذا الشوط، يعني يمكن هو حامل اعلى وزن في الشوط 62، يمكن يكون عائق بالنسبه له ان اول سباق له وسيده بوزن 62، لكن الحصان ان شاء الله احنا متاملين فيه خير، بالاضافه على لزام الوزن بيخدمها 54،
بيمتطيها أنس السيابي وامتطاها من قبل وحقق مركز ثاني وثالث على الفرس. يعني إن شاء الله بتكون بعد يعني الفرس لها يعني مكلمة في ذي الشهر. هو أكيد يعني شوف أنا يعني زجيت بهم حكم أنهم يجيدون المسافة والعامل الوزن بيكون لصالح أكيد للزام يعني، بس أنه مو غريبة عليه. سنكيجل يعني سابق بوزان 62 و61 وفاز فيها. الخصوم اللي ويانا يعني بعد بحد ذاته يعني يكونون راسين اللي هو عند ألين سميث وعند جيمس نيلور، شايلين تقريبا يمكن فرق كيلوين 60 كيلو، لكن إن شاء الله يعني هو عامل الوزن أكيد لزام بتكون بتستفيد منه، لكن إن شاء الله نكون إحنا يعني إن كان سنكيجل ولا لزام الحمد لله اسطبل واحد. سباق الافتتاحي هاي كل مالك يتمنى يشارك فيه، وأنا مشارك مع الحصان سنيك إيجل في أول شوط. الحصان جاهز وعلى الله التوفيق، بس شوي إحنا متخوفين من الوزن لأن شايل التبوي 62 كيلو. هاي يرجع حق الفارس، هو اللي شغله، هو اللي يختار جوكي الأول في الاسطبل، وراكبه من قبل هو ب 59 كان وغالب عليه، يعني فاهم الحصان هو. عودة لكم مشاهدينا من جديد. عبد الله، مثل ما شفنا يعني المالك والمدرب شويها يعني عندهم سالفة الوزن، عندهم شوي غلق. أكيد أكيد هاي شيء طبيعي لأن 62 مو وزن قليل على الحصان، بس لا أطمنهم إن شاء الله لا تخافون. قادها أبو عزيز إن شاء الله، أنا قادها وإن شاء الله الحصان بعد قادها، فإن شاء الله ما بيكون، لأن مثل ما ذكر علي إن أنا فايز عليه بوزن 59 الحصان، وانا مثل ما ذكرت لك قبل انا من الفرسان اللي وزنهم عالي، فاذا كنت يعني اذا كان وزني عالي ما بيأثر وايد على الحصان، اذا مثل اذا كان وزني اقل من 54 صح. فاتوقع ان شاء الله ما بيكون عائق وان شاء الله بيقدر يفوز الحصان ان شاء الله. ناخذ الترشيحات. سيد، ترشيحاتك حق الشوط طبعا ترشيحاتي مع شعار فيكتوريوس ذا دارك نايت. عبد الله فيصل سنك إيجل إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. ننتقل مشاهدينا للشوط الثاني، سباق للجياد الإنتاج المحلي للفئة الثانية والمسافة 1000 متر مستقيم على كأس المغفور لسمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة، بتواجد 7 جياد: كيب كروسيدر، ستيفي جي، شاجر، وصهيل، وريادة، ونيفي بلو، ورويال بلو. يعني عودة الملكة ريادة ملك سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة للمشاركة، اللي تعتبر المرشحة الأولى في السباق نظراً للمستويات القوية اللي حققتها في الموسم الماضي. اليوم نشوف ريادة تشارك وبوزن 55. سيد هادي، عندك الموضوع. والله شوف، هاي الشوط يعني من الأشواط اللي راح تكون حلوة، خصوصاً بتواجد ريادة وبتواجد صهيل وبكيب كروسيدر. هاي الثلاثة من أفضل الجياد السريعة اللي تألقت الموسم الماضي، لكن في وجهة نظري ممكن تكون صهيل هي الأقرب للفوز لعدة أسباب، خصوصا موسمها الماضي كان موسم متألق، لاحظناها كانت قريبة من كسر الرقم القياسي. نعم. أرقامها دائما تكون أفضل من ريادة، خصوصا أن هي تنحدر من نسل سوس سبيريت اللي هو يعد من أفضل الأفحل وأفضل النسل الموجود، فصهيل راح تكون هي الأبرز في هاي الشوط دون استغفال دور ريادة وكيب. نعم. كروسيدر كذلك، بس كيب كروسيدر احنا نقول مسافة قصيرة. نعم. و 60 كيلو، مع أن هاي الحصان ممكن من الخيل النادرة اللي يقدر يحمل الوزن العالي ويقدم. نعم. لكن منطقيا انا اروح مع صهيل. عبد الله، يعني لو نتكلم عن دور ستيفي جي في سباق في الشوط الثاني، يعني
يعني شلون تشوف حظوظه في هذه السباق خصوصا يعني في تواجد رياده وصهيل وكبر كروسيدر؟ يعني هو ما في شيء مستحيل في عالم السباق. نعم. كل حصان يقدر يفوز وكل مدرب يتمنى يفوز دام انه هو حاطه في سباق. نعم. بس اذا بتي بالعقل ان الحصان قدم مستويات طيبه مع نفس الخيل. صحيح. فان شاء الله بكره يقدم مستوى طيب ان شاء الله. سيد يعني لو نتكلم شنو رايك، يعني نلاحظ المدرب جيمس نونر يعني زوج براسين في هذه الشوط اللي هي رياده وصهيل، فشلون وشاجر، فشلون شنو ممكن نقدر نقول يعني الخطه المتوقعه اللي راح يستخدمها؟ شوف هو مسافه الألف يعني بالذات بتواجد صهيل ورياده بالضبط هو مسافه الألف متر. قله ما تكون هناك خطط، تحتاج سبيد عالي، لكن هني الكفه متساويه، ثلاث جياد للمدرب جيمس نيلر، ثلاث جياد للمدرب ألين سميث، وجواد واحد واللي هو ستيفي جي مع المضمر سمير داود. الكفه متساويه، لكن انت تتكلم كابرز او اللي شفناه ان راح تكون المنافسه اقرب الى او الفوز راح يكون اقرب الى المدرب جيمس نيلر، لان جياده سريعه. احنا ما نقلل من شان كبر كريسيدر، بالعكس شفنا كبر كريسيدر من مسافه ال1000 متر قدم عندنا الى مسافه ال1600 متر. حصان يجيد المسافه، لكن انت عامل الوزن، العمر له دور. اليوم كبر كريسيدر 10 سنوات، صهيل في العمر 3 سنوات تألقت، فأكيد في عمر الأربع سنوات مور ماتشور الفرس راح تأدي أداء أفضل. إضافة إلى رياضة ممكن اللي أنا شوي أستبعد أو ما أستبعد إن هي تفوز، طبعا لو فازت رياضة مش غريبة على رياضة، لكن شوي العمر 6 سنوات الفرس بدى عليها، خلينا نقول يعني حتى في نهاية الموسم بالضبط. إحنا عكس صهيل، قلت لك صهيل جاية على اندفاع، جاية على امبروفمنت، فأكيد إذا كانت صهيل جاهزة أنا أتوقع صهيل هي الأقرب. صحيح عبد الله، يعني لو نتكلم عن الفرس، يعني صهيل المدرب أعطى الفرس الجوكي عدنان جعفر، فهل يعني هذه هو الفرس المتمرن عدنان جعفر، هل إنه هو المدرب عطى هذه الخيل أو هذه الفرس يعني كتشجيع، أم إنه هي حق إنه يقلل كفة الوزن؟ هو لا، هو كتشجيع، لان شرط الشوط انه لا يسمح بتخفيض الفرسان المتمرنين. صحيح. بالعكس هو عطى الفرس كتشجيع، ويعني وما عطى اي فرس، يعني عطى فرس عندها فرصه للفوز، وعشان ان يمكن يعني اتوقع ان جيمس حس روحه انه شوي ظلم الفارس عدنان جعفر في الموسم الماضي، وحب انه يعوضه، وان شاء الله انه يتوفق. مثل ما ذكر يعني سيد هادي ان الفرس مو بعيده عليها انها تفوز، لانها الفرس جايه على صعود. صحيح. عكس الكيب كروسيدر مع رياده، كيب كروسيدر مع رياده خلاص يعني بدا عليهم العمر، كفوا ووفوا، فالحين يدور صهيل المفروض. بالفعل، يعني لو نتكلم عن الجياد الغير المرشحه، يعني هل ممكن ان بكره في يعني في هذه الشوط راح نشاهد مفاجاه؟ هو كمفاجاه صعب، لان هذه افضل ثلاث جياد موجوده في الخيل. صحيح. فصعب يعني بين الاسماء الباقيه ان حصان يكون يعني يكون بينهم. صحيح. فانا استبعد المفاجات. صحيح. في هالشوط. سيد ترشيحك النهائي حق الشوط؟ انا راح اكون مع صهيل بقياده الفارس المتمرن عدنان جعفر. صحيح. وهني المفروض الفارس عدنان جعفر يثبت. صحيح. قدراته، يثبت امكانياته، هي افتتاح موسم. انت صحيح. اليوم الفارس المتمرن وصلت خلينا نقول فرصة ذهبية، وهي رسالة لكل الفرسان المتمرنين. صحيح. متى أو أي فارس أيضا، متى ما سنحت لك الفرصة لازم تثبت وجودك. أنت اليوم لازم تكسب ثقة المدرب، تكسب ثقة المالك. صحيح. فاليوم أنت عندك فرس ممكن تكون هي على المنصة. صحيح. حاول توصلها على المنصة. بس ممكن وجودك. ريادة يعني لها كلمة ثانية في هذه الشوط. احنا ما نقول على هالوزن. بالضبط، احنا ما ننقص او نهضم من حق ريادة، ممكن. صحيح. ريادة بكرة تفوز 3-4 طول. صحيح. وهي الشيء مو بغريب على ريادة، لكن انا اوجه الرسالة الى عدنان جعفر. أكيد. ولأي فارس، ان لما توصل الفرصة
لازم يستغلها. وعبد الله بالفعل يحرف الكلام اللي انا اقوله، لان بعدين الفارس حق يحصل فرص اكثر المدربين يروحون على ادائه. اليوم انت شلون بتادي على صهيل؟ شلون بتادي من ناحيه التزامك بتعليمات المدرب؟ صحيح. من ناحيه تعاملك في الشوط، هاي كلها يعطيك فرص اضافيه في السباقات القادمه. صحيح. يعني عبد الله مثل ما ذكر سيد انه يعني لابد من ان الفارس المتمرن انه يغتني هذه الفرصه يعني بشكل ممتاز. يعني اكيد اكيد لازم، لان هي الفرص ما تتعوض. يعني انا لما فزت اول شوط كنت في الشهر يمكن اشارك مره واحده بس، لما حصلت الفرصه وفزت باول شوط دايركت الاسبوع اللي عقبه كنت مشارك بست مشاركات. فلازم مثل ما قال سيد هادي كل فارس يغتنم اي فرصه يحصلها، لان الفرص ما تتعوض. صحيح. سيد يعني من هو الاقرب للفوز؟ ارجع واقول لك صهيل. عبد الله صهيل. يعني تتفقون في الراي اثنينكم؟ انا سبق شاركت على كيب كروسيدر وفزت عليه، وسبق شاركت على صهيل. انا اللي اشوفه انه بيكون الشوط في صالح صهيل ورياده، وبيكون في ضد كيب كروسيدر، لان كيب كروسيدر مو سريع، بطيء، ورياده وصهيل جدا سراع. فالمفروض ان يعني اضرب وهرب، اضرب وهرب، اشرد ما في خلاص. لان اذا تباطؤوا راح يفوز عليهم كيب كروسيدر. صحيح. نطوي صفحة الشوط الثاني وننتقل مشاهدينا للشوط الثالث، وهو الجياد العربية الأصيلة المسجلة في منظمة الواهو لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات العمر 3 سنوات لمسافة 1000 متر مستقيم بمشاركة 6 جياد. عندنا الجلابي 1656 والجلابي 1653 ومصنان 1689 وكريان 1706 والصقلاوي 1757 والملولش 1748. يعني الترشيحات تصب في صالح يعني الجلابي 1683. بلا شك يعني على عطفا على النتائج اللي قدمهم الجلابي 1683 الموسم الماضي، نتائجه كانت جدا إيجابية. آخر مشاركة له كان المركز الأول. شوف، هو الشوط للجياد المبتدئة والرابعة اللي هي تحمل في سجلها انتصار واحد ولم تحقق أي انتصار، فمستوى الخيل نقدر نقول متكافئ متقارب، يعتمد على خبرة الجواد نفسه. يعني كل ما كان عنده مشاركات أكثر كل ما زادت فرصته في الفوز. فأنا أتوقع في هاي الشوط الجلاب 1683 إذا كان جاهز أهو من الخيل المميزة راح يكون في الشوط. أنا ما أقدر في هالشوط أحسم جواد على آخر، لكن المنافسة راح تكون مفتوحة بين الجلاب 1683 وكريان 1706 بشعار فيكتوريوس وإلى المدرب يوسف طاهر اللي تألق. صحيح. أيضا في الموسم الماضي في أشواط الجياد العربية. صحيح. هاي سؤالك وأنت حيران عن الجهوزية يجاوبنا عليه أبو عزيز. أبو عزيز الجهوزية هي الجهوزية الجلابي اللي هو 1683 بيكون جاهز إن شاء الله، بس في عائق إنه هو آخر مشاركة له في شهر 12، فهاي شوي بيكون عائق. يعني عكس كريان كان يشارك إلى شهر 4 الموسم الماضي تقريبا لنهاية الموسم. إلى نهاية الموسم. صحيح. فأتوقع هل بيكون عائق، بس الشوط أتوقع بيكون بينهم، وفي حصان ثالث هو مصنان للمضمر ألين سميث بقيادة جيرالد موس. هاي بعد بيكون من الثلاثة المرشحين، وإن شاء الله إن شاء الله التوفيق لي. يعني نشوف المرشح الثالث يعني كريان 1706، هل ممكن راح يشكل لك خطورة في هذه الشوط بما أنك أنت تمرن؟ يعني ونتكلم في البداية عن جهوزيته، يعني هو راح يمتطيه الفارس أنس السيابي، هل هالجوائل راح يشكل خطورة في السباق؟ هو الأخطر. مو راح يشكل خطورة، هو الأخطر. كريان هو الأخطر. صح.
هو الأخطر بالفوز. هو الأخطر والأقرب للفوز. الأقرب للفوز. الأقرب للفوز كريان. سيد لو نتكلم عن جياد المضمر جعفر مرزوق، يعني شفناه هي تحتل المرتبة الثانية في الترشيحات، الجلابي 1656. يعني شلون تشوف حظوظه في هذه الشيء؟ شوف الجلابي مع المدرب جعفر مرزوق يمتلك فرصة مثل ما ذكرت لك أنت، ما ذكرت لك من البداية، هو شوط شبه مفتوح بس أقرب فيه جوادين اللي هو يوسف البعينين مع الجلاب 1683 ويوسف طاهر مع كريان 1706، هما الأقرب. لكن لو ترجع إلى الجلاب 1656 مع الفارس المتمرن إبراهيم نادر، دائما في السباقات الألف متر والمسافات القصيرة تشوف نتائجة تكون دائما متميزة، يعني تشوفه في المركز الثالث، تشوفه في مركز رابع، وهي الحصان طريقته من النوع من الخيل اللي تحب أن تنطلق من البداية تكون هي في المقدمة يعني. فممكن ممكن كل شيء جايز، ممكن هو اللي يحقق مفاجأة، ممكن كل شيء ممكن في السباقات. هو الرديوي هو مرشح ثاني في هذه الشوط. بالضبط، احنا هي الترشيحات هي مجرد خلينا نقول توقعات، ممكن قد تصيب قد تخيب، يعني قد هي مجرد توقعات من شخص واحد، يعني هي ترشيحات النادي مو من مجموعه اشخاص. صحيح، هي مجرد توقعات يعني، فقد تصيب قد تخيب. توقعاتك عبد الله من راح يفوز في هذه الشوط؟ كريان هو سيد. أنا بعد مع كريان. شوف مدام عبد الله، لا شوف هاي ثاني شوط تتفقون في مع بعض، هذه ما يصير. لا، دام عبد الله هو اللي يشرف على تدريب كريان وهو راكب المرشح الجلاب 1683، يعني الفارس نفسه عارف الجوادين، ويقول لك كريان يعني تسرح قوي من أبو عزيز يعني ما يحتاج تروح لأي حصان ثالث. صحيح. يعني لو ننتقل للشوط الثالث، الشوط الرابع، سباق توازن من 0 إلى 90 للجياد المستوردة، العمر 3 سنوات فأكثر، والمسافة 1000 متر مستقيم على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة 7 جياد: لندن لوك، أوراق، سامر بلوسم، توليب فيفر، صحفي، وبنك، ومصيب. يعني تكلم عن لندن لوك، يعني سيد شلون تشوف الأداء أو ممكن الجهوزية؟ شوف، هو الشوط هانديكاب 0-90. لندن لوك هو الحصان الضيف في هاي الشوط بتصنيف 92. هو بادرة أيضا مميزة من الهانديكابر في الموسم الماضي، إنه يحق إذا كان جوادك أزيد من علامتين أو درجتين تقدر يكون ضيف في السباق. فلندن لوك هو الضيف في هاي السباق، لذلك تشوفه الوزن الأساسي 64 46.5، لذلك اضطر المدرب طالب علي إتاحة الفرصة للفارس المتمرن أحمد مكي اللي هو في نفس الوقت يشرف على تدريب الجواد لندن لوك. احنا لو نرجع إلى السباق نفسه، في تكافؤ في الأوزان لأن الشوط بطبيعته هانديكاب، لندن لوك أحد أبرز الأسماء، يكون الأفضل في مسافات السرعة وأفضل في اللي قدمه الموسم الماضي، لكن نفس الوقت سمر بلوسوم الفرس أو المهرة اللي عمرها 3 سنوات الموسم الماضي تألقت في أشواط المسافات القصيرة، وأعتقد عبد الله فيصل حقق معها انتصارين الموسم الماضي في مسافة 1200 متر والألف متر. إذا طورت هاي الفرس عن الموسم الماضي أتوقع هي راح يكون لها كلمة في هاي الشوط. نعم عبد الله، شلون تشوف فرصة حامل الوزن الأعلى يعني في هذه الشوط؟ هو يعتمد على جهوزية الحصان، لأن أنا كنت أتكلم على المدرب طالب علي قال لي مشكلة الحصان من نوع اللي شوي عيار، فمو من نوع اللي يجهز في التمارين، يقول أنا لازم يعني أضطر أني أشارك فيه في السباقات عشان يكون جاهز الحصان. نعم. إذا كان الحصان جاهز بيقدر يفوز، إذا كان هذه الشوط مجرد إعداد فراح مثل ما ذكر سيد هادي أن احتمال يعني تكون فرصة كبيرة حق الفرس سمر بلوسم. نعم، احنا راح نشوف الآراء ونشوف اللقاء اللي عدينا، يعني عدسة القناة تواجدت
وخذت الآراء من المدربين. خلونا نتابع مشاهدينا شنو قالوا المدربين والمنظمة. حبينا طبعا نزج الحصان لندن لوك بحكم اللي هو ما يجهز من خلال التمارين، يعني حبينا ندخله قست عشان يكون يجهز روحه حق السباقات القادمه، ونامل ان شاء الله يفوز، يعني بحكم اللي هو نفس الفارس اللي يمرنا نفس اللي بشارك به كفارس يعني، وطبعا نزله 3 كيلو. عندي تشانس اللي هو فوق الحصان لندن لوك، ان شاء الله توفق اياه، يعني اللي اشوف هذا اوفر حظ لي في هذا السباق ان شاء الله. جاهزيه الحصان يعني اقول لك تقريبا 70% جاهز، وشايل وزن 64 هو داش قست، ريته ازيد من باقي الخيل زين، فبنزل 3 كيلو بركبه 61.5 ان شاء الله، واعلى وزن فيهم. عودة لكم مشاهدينا من جديد. عبد الله، لو نتكلم يعني عن الفارس المتمرن احمد مكي راح يمتطي الجوائز لندن لوك، يعني هذه السباق مهم بالنسبه له. اكيد اكيد، وهي تشجيع من مضمر طالب علي حق الفارس احمد مكي، والفارس احمد مكي من الفرسان المتميزين صراحه يعني، وعنده انتصارات حلوه، وإن شاء الله بكرة بيكون قد المسؤولية وقد الثقة، وإن شاء الله بيقدم سباق ممتاز إن شاء الله. انتقل للشوط الخامس، شوط للجياد المستوردة من للجياد المبتدئات، العمر 2 فأكثر والمسافة 1400 متر بمشاركة 10 جياد راح يتنافسون لتحقيق بعد انسحاب شي سيدي أس. سيد، لو نتكلم عن هذه الشوطة شلون تشوف الحظوظ؟ طبعا اغلب الجياد اللي تشوفها في القائمه هي جياد تشارك لاول مره في المضمار البحريني، الابرز بينهم انا راح اروح مع المهر بتار اللي اول مره يشارك في المضمار البحريني. صحيح. هو كان بشعار المحمديه ريسنج، اليوم تحت شعار الشيخ سلمان بن احمد ال خليفه، تالق في موسمه الاوروبي، طبعا اخر مشاركه كان بدايه شهر 6 في بريطانيا. صح. حقق مركز ثاني بفارق نص طول. اتوقع هاي الحصان هو اللي راح يكون الاقرب للفوز، وطبعا في خيل غير مكشوفه بالنسبه لنا مثل جياد جديده تشارك لاول مره. صح. لكن الاقرب بينهم انا اروح مع بتار. بتار، عبد الله لو تكلمنا عن مشاركتك مع لومانيرا، شلون تشوف حظوظك في هذه الشوط؟ من خلال التمارين حصان يعني قاعد يبين لي ان عنده مستوى جدا طيب، قاعد صراحه يبين لي ان حصان يقدر يفوز، ولكن ما نقدر احنا يعني نحكم عليه من خلال التمارين. احنا ان شاء الله بكره راح نبذل يعني كل مجهودنا عشان نقدر نعطي هالحصان خبره في المضمار البحريني، لانه هو اول مره بيشارك في المضمار البحريني. صح. بس في التمارين صراحة قاعد يبين لنا أن الحصان عنده مستوى وعنده إن شاء الله يعني القدرة أنه يقدر يفوز أو أنه يشكل خطورة. صحيح. لو نتكلم عن عودة الفارس حسن الصفار يعني ومع الجواد يعني مزيل، شلون تشوف الحظوظ وشلون الجهوزية راح تكون؟ والله أنا صراحة يمكن أكثر واحد مستانس، يمكن أنا مستانس أكثر من الفارس حسن الصفار أنه هو رجع، لأن الفارس حسن صفار أنا طول ما كنت يعني فارس متمرن كنت أتعلم منه، والفارس حسن صفار هو اللي كان يعني كان يتابعني أول بأول، وكنت أتابع إياه يعني جهوزياته، لأن أنا كلمته إنه يركب معانا في اسطبل يوسف البعينين. صحيح. جهوزيته إن شاء الله أوكي 100%، وحسن معروف عنه يسمونه الفارس المقاتل. صحيح. يعني وحسن يعني عنده طموح انه يكون افضل من السابق، وحسن الزين اللي فيه يعني هو صدق وقف موسم، ولكن وقف عن السباقات ما وقف عن التمارين الصباحيه. صحيح.
فدام انه هو وقف بس عن السباقات وموجود في التمارين الصباحيه بشكل يومي بالفعل. فهي ما بيكون عائق ان شاء الله. بالفعل بغينا ترشيحك حق هذه الشوط ترشيحات النهائيه لومونير. لومونير عم سيد انا اروح مع بتار. تروح مع بتار. اذا جميل جدا. مشاهدينا الشوط السادس شوط الفئه الثانيه للجياد المستورده والمسافه 1600 متر على كأس المغفور لسمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة، وبمشاركة 7 جياد راح يتنافسون بأقوى الأشواط المستوردة. سيد يعني لاحظ في مثل هذه الأشواط غياب الجواد البطل ثور كيلستار. شوف طبعا ممكن المدرب ألين سميث أو فريق العوديات ارتأى أن يكون مشاركة أو ظهور ثور كيلستار في السباق الدولي على مسافة 10 فور لونجز وتواجد لدباك روميو أتوقع هو ممكن اللي طمأن المدرب أنه يقدر فريق العوديات يحقق انتصار مع لدباك روميو، خصوصا أن لدباك روميو هو نفسه حامل اللقب في هذا السباق الموسم الماضي مع نفس الفارس. فأتوقع لهذا السبب خطة العوديات ارتأوا أنه يشاركون مع لدباك روميو مع التحضير، مواصلة التحضير لثور كيلستار في المهمة الأكبر اللي هو راح يمثل مو بس فريق العاديات في يوم الانترناشنال، راح يمثل صحيح. مملكة البحرين بالفعل. فمهمته بالفعل. راح تكون هناك إن شاء الله. أكيد طبعا. ترشيحاتك حق هذه الشوط عبد الله؟ رشح موالي. موالي هو اللي راح يفوز في هذه الشوط. أرشحه. السبب؟ المستوى المتطور اللي قدمه العام. صحيح. فاز بكأس الفرسان المتمرنين. صحيح. وقدم مستوى جدا طيب وأتوقع أن لا نصيب بكرة إن شاء الله. سيد. شوف هو ممكن عبد الله ذكر موالي، بس نفس الوقت موالي كل سباقات اللي شفناها الموسم الماضي كانت على سباقات مسافاتها أطول. مسافة الميل لدباك روميو إذا يظهر بظهوره الطبيعي اتوقع من الصعب اي جواد بكره انه ينهزم يقدر يهزمه، لكن في نفس الوقت الارجيك رياكشن طبعا معروف اذا ينطلق في المقدمه وهو لان هاي الحصان طبيعته هو يصنع السباق ورتم السباق لنفسه، فاذا طلع والجماعه تركوه لوحده اتوقع راح يغرد خارج السرب. أنت لحد الآن سيد دبلوماسي ما عطيتني ترشيحك النهائي. لا قلت لك ترشيحاتي أنا بعد راح تكون مع لدباك روميو. لدباك روميو هو اللي راح يفوز في هذا الشوط. ننتقل للشوط السابع والشوط الأهم وهو الشوط الرئيسي سباق كأس افتتاح الموسم للجيار المبتدئات العمر 3 سنوات فأكثر إنتاج محلي لمسافة 1600 متر. نشوف مشاركة ما شاء الله 17 جوال في هذه الشوط. طبعا دائما السباق الافتتاحي لو ترجع لسجله وتاريخه دائما ما يكون اللي هو فول فيلد على قولتنا، يمتلي المضمار بمشاركه عدديه واسعه في هاي السباق. صحيح. هو الشوط ممكن للجياد المبتدئه وهو شوط مهم، رغم ان هي للجياد المبتدئه اي اللي هي ما حققت اي انتصار، لكن اللي يجعله مهم هو القيمة المالية اللي ذكرتها لك بداية انطلاقتنا للبرنامج. صح. القيمة المالية هي اللي تجعل هاي الشوط محط أنظار وهو السباق الأخير والسباق الرئيسي لأمسية يوم الغد. صح. فأتوقع الشوط متقارب لأن جميع الجياد مستوى واحد باستثناء الجياد اللي ظهرت الموسم الماضي وظهرت بالصورة المطلوبة، لأن تتكلم عن جياد مبتدئة. نعم. ميلا ما عندها أي انتصار. نعم عبد الله لنتكلم يعني عن المضمر جيمس نيولر، يعني نشوف يعني مشارك بخمس جياد وأبرزها يعني المرشح الأول راعد والمرشح الثالث نبراس، يعني لو تكلمنا عنه شلون تشوف شلون تشوف جهوزيتهم؟ هو دائما المضمر جيمس نيولر يكون يعني أكثر خيل عنده في الشوط وأفضل خيل. بحكم عدد الانتاج المحلي اللي قاعديه حق اسطبل المزدهر سنويا. نعم. يعني تقريبا في حدود اكثر من 25 راس. نعم. واتوقع الحصان راعد هو بيكون رقم صعب في الشوط بحكم نتائج الموسم الماضي. نعم. واضافه الى الحصان جياش. ليش ما ذكرت جليل؟
احنا نتكلم عن مضمر جيمس. جليل جليل تشوف حظوظك معاه. جليل عندها حظ بحكم خبرتها. صحيح. لأن الموسم الماضي بنفس الشوط هي كانت المرشحة الأولى في الشوط وحققت على المركز الثالث، أحرزت المركز الثالث، فبتكون هي حتى في العمر أكبر من صحيح. الباقي وكخبرة أكثر وكمستوى ظهرت بمستويات جدا طيبة العام الماضي. نعم. فلها فرصة إن شاء الله. نعم سيد، لو نتناقش شوي عن ذيبة والدرة اللي من خارج الترشيحات يعني بالإضافة إلى جياش، شلون تشوف الحظوظ؟ شوف قلت لك نترك الترشيحات على جنب، انت تروح على الخيل اللي عندها مشاركات اكثر. نعم. عندها نتائج متقدمه اكثر. هني في حصان ممكن مشارك سباق واحد لكن ممكن بكره هو يكون العلامه الفارقه. صحيح. اللي هو الجواد شواش بشعار النوايف ريسنج. صحيح. يعني هي ينحدر من نسل طيب، نسل مخضرم ويمتطي فارس اول لاستبلات ألين سميث اللي هو جيرالد موسي. صح. فاتوقع شواش من الاسماء البارزه اضافه الى خلينا نقول جياش وجديل. هاي انا في وجهه نظري هاي الثلاثه ممكن بكره هم الابرز. راعد شفنا تالق مستواه الموسم الماضي. صح. لكن في جياد عمر 3 سنوات فقط. نعم. اليوم الخيل اكبر، الخيل أكثر نضج منه، فهي يعتمد على مدى جهوزيته. نعم. لكن الأقرب نقدر نقول شواش وجديد. ترشيحك لشواش يعني ناخذ ترشيحك. أنا أقدر أروح مع شواش بكرة. عبد الله فيصل. جديد. 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 طبعًا أنا إحنا لضيق الوقت يعني أنا متأسف إن إحنا راح نختم معاكم والحديث صراحة يعني ما ينمل معاكم، ناخذ منكم معلومات وتفيدون المشاهدين أيضًا. محلل سباقات خيل سيد هادي حبيب، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. طبعا احب اشكركم على الاستضافه ونتمنى ان قدمنا ولو الشيء البسيط اللي للجمهور الفروس اللي تابعنا خلف الشاشات. عبد الله فيصل الفارس المخضرم، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. كل الشكر لكم وللاستضافه وللاستديو الجميل صراحه. حاضر الله يسلمك. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم، نتمنى بأننا كشفنا لكم كل الأسرار، ويبقى السؤال من هم أبطال آخر الأمتار، والإجابة بكرة في المضمار. مع السلامة.